السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هستكمل معاكم المحاضرة الرابعة، والمحاضرة دي قلت أنا بعرضها على جزئين، جزء أول وجزء الثاني، والسبب عشان سرعة رفعها على المنصة الإلكترونية بلاكبورد، يبقى في عندنا سرعة في الموضوع ده. نفس الموضوع أنا هتناوله، أنا بتكلم في اللقاء الرابع المحاضرة الرابعة عن إجراءات وطرق ونظم الشراء. تناولت في الجزء الأولاني إيه هي مفهوم هذه الإجراءات، إيه معايير تحديد هذه الإجراءات، ثم بتناول هذه الإجراءات نفسها. وصلنا للإجراء الخامس اللي هو بيتعلق بالاستلام والفحص، سواء كان فحص عام أو فحص فني دقيق، وبعدين أخزن هذه الأصناف داخل المخازن. وطبعا عملية تخزينها لها إجراءات، وإحنا في الجزء الخاص بالمخازن المفروض ناخد مفهوم نظام المخازن وأهميته وأهدافه ومكوناته ومدخلاته وعملياته ومخرجاته، وهي إجراء يعني اختصاصات إدارة المخازن أو أعمالها أو مهامها وإلى آخره، ثم نتناول إجراءات التخزين زي ما بتناول إجراءات التوريد أو الشراء، وهناخد تخطيط عمليات المخازن، وهناخد المخلفات وإزاي أتخلص وتصرف فيها إلى آخره، وهاخد كمان الرقابة على المخزون، وحسب ظروفنا هندي كل الجزء العملي أو الرياضي أو هندي بعضه، هيبان حسب الوقت المتاح لدينا وحسب شكل المحاضرة. أنا دوري دلوقتي أني هكمل معاكم الجزء الثاني من إجراءات وطرق الشراء اللي أنا عرضتها. أنا بقول في المرحلة الخامسة خلاص تم التخزين وحطنا الحاجات الموجودة عندنا وتطابقت مع أمر التوريد ومحتوياته في المخزن. المرحلة السادسة بعرضها ليكم بإيجاز. المرحلة دي بتتعلق إني أراجع الفواتير اللي جاية لي من المورد عشان أديله أدفع له فلوسه. مراجعة الفواتير لازم تتم بدقة متناهية، وفي نفس الوقت تتم بسرعة. حد يقول لي بدقة ازاي؟ بدقة يعني احنا عندنا مجموعة من المستندات وصلت لنا من كل مراحل الشراء اللي انا عرضتها ليك متسلسلة دلوقتي. عندي صورة من طلب الشراء، وممكن يبقى عندي صورة من قائمة المواد، ده كان في المرحلة الأولى. ممكن يبقى عندي صورة من متابعة التوريد، عندي صورة من أمر التوريد، عندي صورة من الشاحن بيجيب لي بوليصة الشحن وبيجيب لي فاتورة الموارد وبيجيب لي شهادة مضمونية الجودة، وعندي صورة في المرحلة اللي فاتت على طول من الاستلام والفحص اللي قام بيه سواء قسم الفحص داخل منظمة أو قسم فحص فني دقيق. كل هذه المستندات بطابقها بدقة مع بعضها وأطابقها بالفاتورة الجاية من المورد، ولازم العملية دي تبقى سريعة عشان أقدر أدفع. أقول ليه سريعة؟ عشان أقدر أستفيد بالخصومات وعشان أنهي المرحلة بيني وبين المورد. طب مين اللي يقوم بالمرحلة دي؟ يقوم بيها إدارة المشتريات ولا تقوم بيها الإدارة المالية؟ أنا بشرح لك هنا وأنا بعرض
بدرجة من التفصيل. ممكن اجيب لك دي في حوار في صح وغلط ولا لا، من الذي يقوم بمراجعة الفواتير عشان ندفع المورد، المشتريات ولا المالين؟ في ناس بتقول المشتريات لانها عارفة كل شيء وكل المراحل قامت او معظمها في ضوء اختصاصاتها ومسؤوليتها، وبالتالي تتمم مهمتها. احنا بنقول لا، ما نديهاش للمشتريات. مش ممكن اللي عمل حاجة في الاخر كمان نقول له دقق وراجع وراقب على شغلك، لو في خطأ مش هيقولين، هون هيغطيه هيخبيه. عشان كده بنقول الإدارة المالية تقوم بعملية المراجعة والتدقيق. ليه؟ لأنها جهة محايدة. بالأسلوب البسيط قوي كده، ما تديش القط مفتاح القرار. ما اقدرش حد عمل حاجة لغاية أخيرة أقوله راجع عن نفسك وقول أنا صح، ما ينفعش. فتعالي يا إدارة مالية، إدارة مالية جهة متخصصة بتقوم بالمراجعة، تقوم بالرقابة والتدقيق، وتقول في تطابق بين الفواتير كلها والفاتورة اللي غير جاية من المورد ولا بكل عناصر. والله لو تطابقت هندفع قيمة الفاتورة للمورد واستفيد بسرعة من الخصم النقدي. وفي نفس الوقت اقول بس علاقتي تبقى طيبة وحافظ على العلاقات الوثيقة مع قاعدة المورد المعين. طب افرض ما تطابقش، في خلل، في اختلافات، هنا بقى بنعمل محضر بالواقع ونبتدي نبين ايه هي اجراءات اللي يجب نتخذها في حالة مخالفة كل المستندات اللي معايا دي مع الفواتير. وبندرس بقى هل يرجع الخطأ للمورد ولا بيرجع للمشتري، والإجراءات اللي احنا بناخدها في المجال ده. وانا عرض الجزء ده معاك وهديه بشيء من الإيجاز، وانا بعرض شابتر الجودة والشراء بالجودة المناسبة ولو كان في انحرافات نعمل، بس مش وقته هنعرضه بالتفصيل ده. يكفينا هنا ان احنا في حالة تطابق المستندات مع بعض هندفع قيمة الفاتورة للمورد. خلاص دفعنا له، انا دفعت بسرعة، خدت خصم نقدي مقابل ان هتفعله، وفي نفس الوقت هتم العالمية بسرعة، المورد هيبقى راضي وعلاقتي طيبة معه. الخطوة السابعة والاخيرة هي الاضافة والتسجيل، لكن ممكن يبقى في خطوات بعد كده اني اعدل امر توريد او اضيف امر توريد او الغي امر توريد، لكن لو المراحل ماشية صح يبقى المرحلة هنا السابعة هتبقى الأخيرة وهي الإضافة والتسجيل. الإضافة والتسجيل، الإضافة والتسجيل هنا بتتم بعد التأكد من مصداقية وتمام ودقة المراحل الستة اللي فاتت، وبعد ما وافقنا ان احنا ندفع قيمة الشراء للمورد، وبعد ما قلنا بالكامل ان الاصناف مقبولة ومطابقة للمواصفات واستلامها صحيح، وخلاص احنا دلوقتي بقى هنستلمها استلام نهائي، خدناها خلاص نهائيا، مفيش اي خلل او فجوة او تباين بين اللي طلبناه وبين اللي جاء، خلص العمل ودفعنا مال. يحصل ايه بعد كده؟ يبتدي امين المخزن يستلم هذه الطلبية كطلبية عينية، هيستلمها بعناصرها بمواداها، يعني هيستلمها كجمية وجودة ومواصفات وسليمة وكل حاجة. استلمها هيحرر هنا اذن اسمه اذن اضافة. يعني ايه اذن اضافة؟ يعني هيضيف الاصناف اللي جات له اللي وردت اليه في سجلات المخازن بموجب اذن اضافة، وهيحطها في كارت الصنف بتاع كل صنف بموجب هذا الاذن، وهتتحط هذه الكميات اللي جت وتضاف الى عهدة امين المخازن
اللي وصلت بهذه الكميات. فاذا هنا الدوره المستنديه بتاعه المخازن لازم تكتمل بالعناصر اللي جت وتسجل في سجلاتها، ولازم الاصناف كلها تحط في كارت الصف عندها الوارد والمنصرف والرصيد، ولازم كل ده يتحرر بيه هذه الاذون، وكده يبقى امين المخزن مسؤول بالجديد اللي دخل عنده، تبقى دي عهدته، فدخلت في عهده هذا المسؤول. مسؤوليه امين المخزن ايه هي؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ خد محتويات الطلب. طب هيعمل ايه كمان؟ هيحطها لعهدته. طب خلاص خلص الحته المستنديه والورقيه، وممكن طبعا لو في نظام معلومات للمخازن وحاسب آلي الى اخره، كل ده هيشغله الحاسب الآلي، وتبقى في ملفات المخازن وتبقى ريكوردد جوه الخزن، وعنده قاعده بيانات ومعلومات في نظام المخازن لهذه الاصناف جوه الحاسب. لكن كعناصر عينيه هيعمل فيها ايه بقى؟ ما هي في ايده، هو خلاص سجل وخلص. الراجل ده اللي هو امين المخازن لازم يدور على اماكن مناسبه يخزن فيها الاصناف. واحنا اما نبتدي ندرس تخطيط عمليه المخازن لازم نختار، يا ترى هنحطها في مخزن عشوائي ولا مخزن ثابت ولا مخزن اسمها مساحات المناطق ولا هنحطها لمساحات محدده بالتحديد، ايه بالظبط؟ اماكن المخازن اللي هنحط فيها الاصناف لازم تتحدد حسب طبيعه الاصناف، وان شاء الله ندرس ده على المحاضره العاشره كده. بعد كده بيعمل ايه؟ بيرتبها جوه المخزن. يعني ايه يرتبها؟ يعني بيعمل كلاسيفيكيشن، بيصنف كل مجموعه اصناف متشابهه مترابطه متقاربه بتستخدم مع بعض، يحطها مع بعضها في ادوات مخازن تتفق مع طبيعه المخزن، الصنف ده داخل المخزن، فده بيرتبها. وبعد كده بيحطها في المواقع، حطها مثلا في زجاجات، حطها في صناديق، حطها في بلات، حطها في ادوات تخزين تتسم بيها، يروح حاططها في مكان يتفق مع طبيعتها. ليه؟ لان امين المخزن مسؤول مسؤوليه مطلقه على الحفاظ، دي دور مهم جدا، الحفاظ على الصنف بما يتفق وطبيعته. اوعى الصنف يتبخر ولا يتحرق ولا يتلف ولا يتقادم ولا يغلق طبيعي ولا يتاثر بالعناصر الموجوده جنبه ويتغير طبيعته، لا، هو مسؤول ان يحتفظ بالصنف حسب خصائصه مواصفاته طبيعته. خلص كده، كل اللي عمله ده بيعمل له تسجيل نهائي في النماذج والمستندات والسجلات والحاسبات الخاصه بهذا، ثم يختر قسم مراقبه المخزون بإتمام دوره ومسؤوليته والمهام اللي قام بيها، ويبلغه ان الامور تمت بدقة. انا قلت وانا بعرض ان ممكن دي تبقى اخر مرحلة، ممكن يبقى في عندي مرحلة بعد كده تابع ليها اني اعدل اوامر التوريد، حصل خطأ بسيط في كمية في اسم في ترميز، نعدل الامر ونحط له رقم او لون او اي تمييز جديد وخلاص، ويبقى ده اسمه يعني مرحلة بعد كده سبعة بعد الاضافة والتسجيل، ان انا مثلا عدلت امر توريد او غيرت امر توريد، بدلت الطلبية وجات لي طلبية جديدة وبدلتها بحاجات فيها تقنية، فبكتب تبديل امر توريد جديد وهكذا. ده ما بتحصلش في حالات كتيرة الا اذا كانت الطلبية اللي جات لي فيها اختلاف عن اللي انا قلته، لكن لا، طالما بتتفق مع احتياجات المنظمه ومطلباتها واللي هي قالته خلاص، فبتخلص مراحل واجراءات اشتراء بالاضافه والتسجيل. هتكلم معاكم دلوقتي عن النماذج اللي بستخدمها في اجراءات الشراء. واحنا قلنا اجراءات الشراء هي عمليه دوره الشراء، هي الدوره بتاعتها بتمر بخطوات، بتمر بمراحل، خطوات او مراحل. الخطوات والمراحل ديت
لو انتم متابعين بدقه معايا تلاقوا ان انا بستخدم نماذج، بستخدم سجلات، بستخدم اوراق، سواء حطها على الحاسب او بستخدمها مانيوال بايديا. السجلات دي ضروريه في عمليه الامداد والتوريد والشراء والى اخره. انا عايزه افرق هنا بين النماذج وبين السجلات، ما نخلطش، لان في الاسئله اللي هنقولها في الاخر في التطبيقات بقول لك هل دي نماذج ولا دي سجلات. نماذج الشراء هي ايه؟ لو شفت معايا اول نموذج، نموذج طلب الشراء ده بيتعمل في اي مرحله؟ في اول مرحله من مراحل الشراء اللي هي تحديد الاحتياجات. وقلنا طلب الشراء اما تصدره الجهة الطالبة لو الصنف متكرر نمطي، قسم مراقبة المخزون او الجهة الطالبة، وبعد نعمل منه قائمة مواد. فعندي نموذج طلب الشراء، وعندي نموذج تاني ايه اسمه امر الشراء. النموذج ده بيتم ايه؟ قلت بيتم في المرحلة التالتة. المرحلة التالتة في تالت خطوة اللي قلت امر الشراء هو عقد قانوني ملزم للمورد والمشتري، بوضح فيه كل شروط عملية الشراء، وبيصدر من أصل وعدد من الصفقة. من اللي بيصدره؟ مدير المشتريات. اسمه نموذج أمر شراء أو أمر توريد، الاتنين زي نفس المعنى. نموذج طلب عطاء، إما بنختار المورد بنطلب من الموردين إرساء عطاءات بيوضح فيها شروطه ومواصفاته والامور اللي هو هيلتزم بيها قدامي عشان اقدر اقيم الموردين في ظلها. ده اللي بقول عليه طلب عطاء. في نموذج استلام اصناف، ده موجود في المرحله الخامسه من مراحل اجراءات الشراء والتوريد. بقول في مراحل نماذج تانيه غير النماذج الاصليه دي، زي ايه؟ زي نموذج متابعة التوريد، وقلناها في مرحلة متابعة التوريد والتشهيرات، وزي نموذج أو تقرير فحص، وقلناها في مرحلة الاستلام والفحص والاستلام النهائي. وفي نموذج تغيير أمر شراء، ودي بقول أما قلت دول الست مراحل اللي بتنتهي بالإضافة والتسجيل، ممكن يبقى في مرحلة بعد كده غير الإضافة والتسجيل، ان يحصل ان اي حاجه بسيطه فيها اختلاف بيني وبين المورد، فطبعا في الحاله دي عايز اغيرها، سواء في الكميه اللي جات لي، سواء في التوقيت، سواء في بعض المواصفات، سواء في شروط حطاها بيني وبين المورد. في الحاله دي بيقول له طب الامر الاولاني مش هيبقى هو نفس العناصر والشروط والالتزامات بين، اقول له طب نغيره، نعمل نموذج جديد اسمه نموذج تغيير امر توريد، هو زي الاولاني بالظبط بس فيه التعديل البسيط ده، وبنعمل له صاين معين، علامه كده بلون برقم اي حاجه، بحيث هو هوها اللي هو امر التوريد او الشراء بس بقى التعديل البسيط. وفي نموذج صرف مواد في مرحله التخزين، وانا بخزن لو جهه طلبت هديها اللي هي عايزاه، فاسمه نموذج صرف مواد. ده بالنسبة للنماذج. بالنسبة للسجلات اللي بستخدمها في عملية الشراء، عندي ايه السجلات اللي عندي؟ عندي سجلات الشراء نفسها اللي هي ايه؟ انا اشتريت اصناف ايه؟ الكميات من كل صنف ايه؟ القيمة أو التكلفة بتاعتها إيه؟ تاريخها كان إيه؟ أي شيء يتعلق بتوريدها بكتبه في ملاحظات، اسمها سجلات الشراء. في عندي كمان سجلات اسمها سجلات الموردين. المفروض المنظمة حتى في أول لقاء معاكم ما بتحيزش لمورد معين، أنا ما بتحيزش لمورد معين. أنا دلوقتي في عندي قاعدة من الموردين
موجوده من المحلي للاقليمي للدولي العالمي، عندي موردين في كل حته. فهؤلاء الموردين بيمثلوا لي مصادر التوريد المتنوعه اللي ممكن اتعامل معاها، مش معقول احطهم في ذهني وانساهم. فبعمل لهم قاعده بيانات ومعلومات على الحاسب، وبعمل لهم سجلات وفايل كامل ليهم اسمها سجلات الموردين، تتعلق بكل ما يخص هؤلاء الموردين، بحيث اما اكون عايز اشتري صنف على طول الجأ لهذه الكتيبات اللي اسمها سجلات الموردين، واشوف كل واحد عنده ايه من الكميات، من المواصفات، من الاصناف الجديده، من التعديلات، من التطوير، من التقنيات الى اخره، بحيث اختار من خلالها الموردين اللي يوفوا باحتياجي. في عندي كمان سجلات العقود، سجلات العقود اللي بتتعلق بالتعاقد الكتابي اللي بيني وبين الموردين، سواء اللي خدت الصفة النهائية وخلاص اتعاملت معها وخلص، او اللي كان فيها بعض الانحرافات وعدلناها. فبشوف السجلات دي تم فيها ايه بالنسبة لي انا والمورد. في سجلات بعملها للنماذج اللي قلناها قبل كده في الشراء، يعني ما اسيبش النماذج كده مرمية كل واحد لوحده، لا بعمل سجل كبير، فايل كبير بحط فيها هذه النماذج وفقطها، وقول ده نموذج كذا ونموذج كذا وهكذا. في عندي كمان سجل المواصفات، يعني في فترة شاربت بمواصفات شكلها كده، ففترة تانية حصل تقنيات، فترة تالتة حصل تكنولوجي جديد، فترة رابعة حصل اختلاف او تكرار في المواصفات او في جدة وحداثة، فبقى عندي سجلات فيها تطور المواصفات اللي انا اتعاملت بيها مع الموردين، وانا عايز ايه دلوقتي وارجع لايه، فكل حاجة ريكورد مسجلة عندي. في سجلات لشراء الاجزاء، قطع الغيار، الوقود، مواد الصيانة، الحاجات اللي احنا بنعوزها. فما بقعدش بقى اتعب، برجع للفايل بتاع السجلات دي وبشوف انا عايز ايه وجبتها منين وشروطها ايه ومتوفره فين الى اخره. في عندي سجلات مستقله تخص شراء سلع تامه، سلع تامه الصنع، فدي برضو بعمل لها سجل خاص بها. بالنسبه للمعدات الراسماليه ده لازم نعمل لها سجلات قايمه بذاتها، زي الالات والمعدات وخطوط الانتاج الى اخره. في عندي سجلات لمسلسل اوامر التوريد عن فتره 3 شهور، عن 6 شهور، عن سنه، او للفترات الماضيه. في عندي سجلات للتكويد الخاصه بالترميز اللي هي الكود نمبر الخاص باصناف الشراء اللي انا بستخدمها داخل المنظمه، بدل ما ارجع للاسم كده ارجع للكود بتاعه على طول واجيبه. في عندي سجلات لو عدلت امر توريد او غيرت امر توريد، فعندي هذه السجلات. فعندي سجلات اسمها سجلات تعديل او تغيير اوامر التوريد. هتكلم دلوقتي معاكم عن انظمة الشراء. احنا من شوية ما كنا بنقول في احدى المراحل، وهي المرحلة الثالثة بالتحديد، دي كانت فيها ثلاث خطوات فرعية، خطوة تتعلق بتحديد طرق الشراء، وخطوة تتعلق باختيار المورد، والأخيرة بإصدار أمر التوريد. أنظمة الشراء هنا بتتعلق بطرق الشراء الخاصة، عشان كده بسميها أنظمة الشراء. أول نظام من أنظمة الشراء اسمه نظام اتفاقيات وعقود الشراء طويلة الأجل. هم اتنين قدامي اهو، نظام اتفاقيات طويل الأجل ونظام عقود طويل الأجل. فعندي نظامين، الأولاني نظام اتفاقيات الشراء طويلة الأجل. ايه النظام ده؟ دي اتفاقية بعملها مع المورد. ايه الاتفاقية دي؟ بقول له ورد لي اصناف محدده، اهو من الاول محدده، مش اي اصناف، محدده. وايه كمان؟ ده كميه محدده، ده كله بقى كده واسعار محدده.
يعني ده اتفاقية بين المورد انا كمشتري ومورد، هيديني اصناف محددة بكمية محددة باسعار محددة، عشان كده بسميه ايه؟ امر شراء مفتوح. يبقى اللي فيه امر شراء مفتوح اسمه ايه؟ اسمه نظام اتفاقيات الشراء. هذا النظام بيصلح لايه؟ بيصلح لايه؟ بيصلح للاصناف اللي قيمتها منخفضه، قيمتها منخفضه وبتستخدم كتير قوي ومش قادر احدد معدلات طلبها، يعني مره تطلب ب10 وحدات، مره تطلب ب100 وحده، مره تطلب ب5000 وحده. دي خاصيه هذه الطريقه. اتفاقيه الشراء اللي بسميها امر شراء مفتوح بتغطي غالبا سنه، وفي عده طرق، في عده طرق بتاخدها اشكال اوامر الشراء اللي بتصدر من هذا النظام. ايه اشكال اوامر الشراء اللي في نظم اتفاقيات الشراء؟ في طريقه اسمها امر شراء نقدي، امر شراء عادي، وفي طريقه اسمها امر شراء بسيط، وفي طريقه اسمها نموذج الافراج عن بضاعه، وفي امر اسمه امر تسليم اصناف. يبقى عندي 4 اوامر تحت نظام اتفاقيات الشراء: امر شراء عادي او بسيط او افراج بضاعه او تسليم. اهم مزايا هذا النظام ان ما بيكررش اجراءات الشراء، اجراءات الشراء ما تكررش فيه كتير. طب ايه اهم عيوبه؟ هيضر بالمورد لو حصل تغيير في الكميات او تغيير في الاصل، المورد هنا هيخسر، بس هم من الاول متفقين وهيتبعوا الطريقه دي وامر الشراء مفتوح. هيضر المورد بس هو عارف. الشق الثاني من النظام ده اسمه أنظمة عقود شراء طويلة الأجل. عقود الشراء دي عكس اللي فاتت، عكس الاتفاقية. ليه؟ لأنها بتطبق على أصناف، الأصناف دي بتمثل أعلى نسبة من إجمالي قيمة مشتريات المنظمة. يعني الاصناف اللي هنا دي رغم انها محدودة لكن بتمثل اعلى قيمة، يعني اعلى نسبة من اجمالي قيمة المشتريات. يعني لو قيمة المشتريات مثلا 100% يمكن دي تمثل 60-70% من قيمة المشتريات، رغم انها اصناف ايه؟ محدودة. هيجي عكس النظام السابق. بتتميز الأنظمة دي بأنها بتخفض التكاليف الكلية وبتجنب تكرار عمليات الشراء. النظام الثالث بسميه نظام الشراء العاجل مع عدم تحمل المسؤولية عن التخصيص. نظام الشراء العاجل مع عدم تحمل المسؤولية عن التخصيص. هذا النظام بيقوم على ايه؟ بيقوم على توريد كمية صغيرة. ازاي؟ انا هقوم اتصل بالمورد وقال له يا مورد فلان ورد لي الكمية دي، وكمية دي هتبقى صغيرة جدا، وردها من صنف معين وبمواصفات محددة. بس امتى؟ امتى؟ اما ابص عندي في المخزن والاقي رصيد الصنف وشك على الانتهاء. يعني مش هيبقى عندي كمية معقولة او حتى متوسطة او كمية عادية في المخازن ابتدي اطلب، لا،
اما اجد رصيد المخزون اللي هو الحد الادنى الحقيقي من هذا الصنف وشك على الانتهاء، ابتدي اتصل بالمورد واطلب منه كمية صغيرة من هذه الاصناف المعينة ذات المواصفات المحددة. عشان كده المورد بيورد مباشرة لجهات الاستخدام، بيوردها على طول دون الحاجة الى تخزينها. يعني بيورد للجهة الاستخدام من غير ما يدخلها المخازن، المورد بيورد مباشرة لجهات الاستخدام من غير ما يحتاج ان يدخلها في مخزن المنظمة بتاعت المشتري. وغالبا الطرق دي بتستخدمها المنظمات اليابانية. النظام الرابع بسميه نظام جت، ويمكن ده تعرضنا عليه واحنا بنتكلم في الإدارة اللوجستية. اما كنا بنقول المشتقات من نظام اللوجستي وقلنا اهم حاجة تعلق بالوقت، وعرضنا نظام جت اللي هو نظام GIT Just in Time، واللي بسميه الشراء الانتاج الآني او الفوري. الآني هي كلمة يابانية، الآني دي كلمة يابانية تعني باللغة العربية الشراء الانتاج الفوري. وعشان كده بقول GIT Just in Time. النظام ده ليه محاور وليه اهداف. هبتدي الاول بعرض محاور هذا النظام، ومش عايزاكوا تخلطوا بين محاور هذا النظام وبين متطلباته وبين اهدافه. هي دي النقطه بقى، في ما خصوصا في الام اس كيو اختار الاجابه الصح. فرق بين محاور هذا النظام اللي هو جاستن تايم وبين متطلباته وبين اهدافه. محاوره بيقوم على محورين اساسيين وبضيف اليهم محور ثالث استثناء. المحور الاول الاساسي ان لازم يخفض الكميات اللي هو بيشتريها الى اقل حد ممكن. يعني النظام ده قايم على فلسفه اشتروا اقل كميه ممكنه تغطي بالكاد احتياجات جهات الاستخدام خلال فترة التوريد. يعني جيبوا لي كمية تشتروها، اقول جهات الاستخدام هي دي اللي عايزاها، ما يفضش منها، ما دخلش حاجة في المخزن، ولو فاض يبقى قليل قوي قوي، يعني المخزون منها يكاد يبقى يتعدى بالاصابع. يبقى حجم الكميات المشترى اقل ما يمكن، يا دوبك تغطي احتياجات الاستخدام خلال فترة التوريد اللي هي الليد تايم. وبيقول في الحالة دي عشان ده يتم، المحور الثاني لازم يبقى فيه تنسيق كوردينيشن وكوبريتيف تعاون، وفي ريليشن بين الشراء وبين الانتاج والعمليات، وكمان بين الموردين. ثلاثة يبقى فيه تنسيق وتعاون بين المشتريات عمليات وانتاج موردين. ليه؟ عشان يقللوا الليد تايم فترة التوريد، عشان الكمية اللي اجيبها هتبقى صغيرة، هتبقى على قد الفترة دي، فيقللوا فترة او التوريد. وهنا بقى بيقول لك في دول الاثنين دول المحورين دول ركز لي على تدفق منتظم وسريع لكل المواد والمستلزمات بتاعه الانتاج تجيلي خلال مراحل الانتاج. يعني كل مرحله الاقي المواد متدفقه وبشكل منتظم، تيجي المرحله الثانيه المواد متدفقه بشكل منتظم وسريع لغايه ما تخلص مراحل الانتاج المختلفه. دي المحاور اتنين رئيسيين والتالت اساسي معانا. طب ايه اهداف نظام الشراء اللي بسميه الشراء الانتاج الان الفوري اللي هو جاستن تايم جت؟ اول هدف، انا مش عايز الانتاج يقف. يعني ايه مش عايز الانتاج يقف؟ يعني عايز العملية الانتاجية تمشي سيكونس ورا بعضها، المرحلة ورا المرحلة ورا المرحلة. يعني مش عايز يبقى فيه بوتل نيكس، مش عايز يبقى فيه اختناقات او معوقات بين مرحلة واخرى.
يعني ايه كمان؟ يعني مش عايز الانتاج يتعطل ويقف، اصل لو تعطل الانتاج هيبقى عندي طاقة عطلة، ولو عندي طاقة عطلة التكاليف هتزيد، تكاليف الانتاج هتزيد، وما تكاليف الانتاج تزيد تكاليف المبيعات هتزيد، وما تكاليف البيع والتسويق تزيد يبقى سعر الوحدة هيزيد في السوق، وما سعر الوحدة يزيد المبيعات هتقل، وما المبيعات تقل الايراد اللي هيجيلي منها هيقل، فالمنظمة هتخسر، هيتأثر على مركزها التنافسي ومركزها وقطاعاتها التسويقية في السوق. فبيقول لك لا، انا الانتاج يستمر على طول، هدف اساسي ليه انا بطبقه عشان الانتاج ما يتوقفش خالص، يشتغل على طول بصفة مستمرة. ايه الهدف التاني من نظام جيت اللي هو شراء الانتاج الاني؟ الاني قلت كلمة يابانية يعني الفور، يعني ايه؟ الهدف التاني يخفض وقت الاعداد والتجهيز. ما هو بيدي، ما هو قلل لي فترة التوريد، مش موقف لي عملية الانتاجية، وبيجيلي في الوقت جاست ان تايم، في الوقت هو بالظبط، اما بق الآلة يشتغل هو بيجيلي. فبيقول لك الله، طب ما طبعا وقت الاعداد والتجهيز هيقل، فانت لو ما عملتش كده ما طبقتش هذا النظام. وانت بتطبق حط بذهنك حتة مهمة جدا، تقلل، تعمل ريدكشن، تخفض وقت الاعداد والتجهيز عشان استفدت من هذا النظام. اهم حاجة اوفر وقت، اقلل وقت، الوقت مورد وبيمثل تكلفة عالية. هدفه اساسي هنا برضو يعظم مرونة النظام الانتاجي. ولو كنتوا بتقروا بتذاكروا معايا تجدوا من اهم المتغيرات العالمية اللي بتأثر هنا اللي هي مرونة الانتاج، وان انا دلوقتي بقيت انقل التكنولوجي مش انقل المنتجات. فهنا انا عايز اعمل مرونة للنظام الانتاجي يتمشى مع كل التقنيات والتغيرات والتكنولوجيات والحداثة العالمية. هو هنا مش مجرد كمان بيعملوا مرن، ده بيعمل ماكسمايزن، بيعظم، بيزود هذه المرونة، مش مجرد اكون مرن، لا، سرعة مع كل تغير تكنولوجي تقني عالمي. وايه كمان الهدف الايه الرابع بعد كده؟ ايه كمان؟ قال لك انا مش عايز فقر، قلل لي الفاقد في التشغيل والتحميل لاقل ما يكون. لو خليت لي الايرور والفقد والتلف والاعطال توصل لواحد من 100%، عايز اخفض جدا الفقد في التشغيل عشان اقلل التكلفة عشان احقق ما زي هذا النظام. نقطة مهمة جدا في هذا النظام اللي هو جاست ان تايم، عايز اخفض المخزون، مش عايز مخزون، ما انا مش عايز راكد، مش عايز مخلفات، مش عايز رأس مال عاطل، مش عايز اصناف تبقى موجودة عندي وانا مش هستخدمها، استخدمها ليه؟ ما انا جبتها الاهداف قبل كده، تبقى عندي جوه المخزن ليه؟ كل واحدة جوه المخزن بتمثل قيمة وتمثل تكلفة، لو ما استخدمتهاش هتبقى في الاخر راكد، وممكن الراكد ده يبقى اوبسوليت متقادم، وممكن بعد ما يتقادم بقى يبقى رأس مال ضائع. رؤوس الاموال الضائعة بتيجي من وجود عناصر مخزون لسنا في حاجة اليها، جبناها ليه؟ سواء من المواد ولا المهمات ولا المستلزمات الى اخره. انا عايزة اخفض حجم المخزون لدرجة بقولك يبقى ايه؟ مفيش ديفكت، الغيها، اعمل افويدنج، ليها توصل للزيرو. فاهم يعني ايه زيرو؟ يعني ما عادش عندي مخزون. مستوى المخزون في هذا النظام عايز يوصل صفر، يعني مفيش واحده تتبقى عندي في نظام الشراء الانتاج الان. طبعا يابان ناجحه جدا في هذا النظام، ما عندهاش هذا الوست، هذا الضياع او عدم الترشيد اطلاقا، عشان كده بتطبق النظم دي بتنجح جدا، تكاليفها منخفضه، وتشوفوا الاسعار يعني غير اسعار الدول الناجحه خالص. ايه متطلبات هذا النظام؟ ايه متطلبات نظام جيت؟ انا قلت ليه محاور وليه اهداف اوعى تخرب، وليه متطلبات. ايه متطلبات هذا النظام؟ اول متطلب عايز جداول انتاج، يقول له جهز لي جداول الانتاج الكميه النوعيه الزمنيه، جهز ده. شرط بقى في الجداول ده يبقى فيه استقرار، استابيليتي، في استقرار في جداول الانتاج، مش كل شويه تعدي وتغير، لا،
انت عملت كل حاجة ووصلت للآخر، الجداول دي النهائية مستقرة، هي جداول النهاية الشرعي. ما هو لو عدل وغير الأصناف هتتغير، وبالتالي هتخش الإنتاج، مراحل الإنتاج مش هتتتابع، يبقى محققناش حاجة. لا، أنا عايز استقرار في جداول الإنتاج. وإيه كمان؟ ركزني وأنت بتنتج على نموذج معين، شوف تقنية معينة، تكنولوجي معينة، تطوير معين، حداثة معينة، حاجة فيها نيوست معين، وركز عليها وشوفك هتوصل إيه فيها. وإيه كمان؟ بقول لك اتبناني بعض المنتجات النمطية في هذا النظام، يبقى ستاندر، مفيش فيه كلام، مفيش اتنين يختلفوا عليه. وايه كمان من مطالباتي؟ بقول لك تبنيلي نظم صيانة وقائية. شوف هنا بقول ايه، اوعى ما نحط لك في البابل اقول لك صيانة مينتنانس علاجية عالج تريتمنت، لا، انا وقائية، يعني اتجنب اي الحل. يعني اكون بشتغل انا عملت صيانة مسبقة تجنب لي اي اعطال، اسمها وقائية، avoiding preventing، مفيش اي، في تجنب كامل لاي توقف، فالصيانة مقدما معمولة. عندك صيانة وقائية مقدما اوكي، ما عندكش لا، مش هينفع تطبيق هذا النظام. وعايزة ايه كمان؟ تبقى انت ايه كمان؟ انا عايزك على طول انت عندك خطوط انتاج وعندك الات ومعدات، بحيث تطوير ديفلوبمنت مستمر لايه؟ لتكنولوجي عمليات الانتاج. مش عملت تكنولوجي وسبتت من مثلا 10 سنين، لا، ده احنا التكنولوجي والتطور بقى سريع جدا ورهيب جدا، فطور لي التكنولوجي مع الحداثه في الاصناف اللي بتنتجها عالميا، ففي تطوير تكنولوجي مستمر. الكلام اللي عرضناه ده بقى عايز ناس كده كتعين وكسالة مخهم مش شغال، وناس كده مجرد معاهم بكالوريوسات وقاعدين نيجي نسألهم ما يعرفوش ولا كلمة في اللي خدوه، او ما عندهمش تطبيق عملي، او ما بينموش مهاراتهم وقدرهم، لا 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 ابدا، ده عايز عمالة متمكنة المهارة والكفاءة، عايز مهارة وكفاءة مسبوقة، عايز تمكن في الفكر والمعرفة والمهارة والكفاءة. لا إلا ما ينفعش، مش اي ناس تشتغل في الكلام ده. وعايز جوه النظام ان الناس اللي بيشتغلوا فيه والموردين يبقى بينهم علاقات ثقة، في كونفيدنس بين العلاقات، تبقى متميزة مش اي ناس، وكمان تبقى في اللونج ران، في اجل طويل. عايز علاقات ذات ثقة وتميز وطويلة الاجل مع الموردين، كده نشتغل نظام جد. ما عندناش الحاجات دي ما ينفعش، مش هيطبق، مش هيطبق هذا النظام. اي ديفكت في الحاجات دي المتطلبات مش هيطبق النظام، هيفشل. النظام الخامس اسمه نظام الشراء في الطلبيات الصغيرة، شوف اسمها ايه، نظام شراء في ايه، طلبية، الطلبية شكلها ايه، صغيرة. وايه كمان؟ متغيرة، متغيرة. وايه كمان؟ وعاجلة. شوف الثلاث صفات، نظام شراء طلبية مالها، صغيرة ومتغيرة وعاجلة. اللي بيشتري طلبيات صغيرة بتتغير، مش النهاردة صنف غير ده وكمية غير دي ووقت غير ده، وبطلبها اي وقت، عاجلة عاجلة عاجلة، ده عايز يدني التكاليف الشراء اللي عنده لأدنى حدود، وفي نفس الوقت يقول ايه، احافظ على الجودة ومواصفات وتكنولوجيات وتقنيات عناصر الشراء. ياه، ده شاطر قوي بقى، يعني هيقلل التكاليف ويحافظ على الجودة والمواصفات في نفس الوقت. الطريقة دي بنستخدمها اما بنشتري اصناف متكررة لكن مش متوقعين عايزينها امتى وبكمية ايه وهتطلب امتى، اصناف مش عارفين بس بتتكرر، بس مش عارفين عايزينها امتى. الاصناف دي هي انواع صغيرة لكنها كتيرة، هي انواع صغيرة لكن متعددة، متعددة، زي ما اقول مثلا اجيب مسمار لكن الانواع اللي جواه متعددة جدا واشكالها كتيرة جدا لكن بكميات صغيرة، في مجموعها بتشكل لي حجم شراء ضخم جدا. يعني رغم انها الصنف الواحد فيه انواع صغيرة كتيرة ومتعددة، انواع صغيرة لكن الصنف الواحد منهم متعدد جدا،
ممكن 50 سم او شكل او حجم او صفة في كل، لكن في مجموعهم بيشكلوا لي رقم ضخم جدا من المشتريات. ده بالنسبة لنظم شراء الطلبيات الصغيرة. من اهم طرق الشراء بتاع الطلبات الصغيرة والمتغيرة والعاجلة ما هي؟ اللي عرضوا لك دلوقتي، اما شراء نقدي او طريقة اسمها اسدد عند الاستلام، او طريقة بسميها اوامر شراء بالموبايل بالتليفون، او طريقة بسميها امر شراء بس بشيك موقع على بياض، مش كده في حاجة، امر شراء بس اكتب احطه لي شيك موقع على بياض مفتوح على بياض كده. الشيكات الموقعة على بياض بتعتبر احد طرق الشراء في المتغير الصغير العاجل ده، او اوامر شراء الكترونية. اوامر شراء الكترونية. يبقى عندي اساسا 5 طرق، نقدي وسداد عند الاستلام، او امر شراء بالتليفون، او امر شراء موقع على بياض، او شراء الكتروني. الشراء الالكتروني العنصر ده الطريقة دي فيها اكتر من شكل. الشراء الالكتروني في حد ذاته اوامر الشراء الالكترونية بتتم اكتر من شكل، اما شراء باستخدام التلكس، او شراء باستخدام الفاكس، او شراء باستخدام جهاز اتصال الكتروني، زي ما اتكلمنا في التحديات العالمية في المحاضرة الاولى، وقلنا التجارة الالكترونية واستخدام الشراء من خلال التجارة الالكترونية في سلسلة التوريد مثل اهم التحديات اللي واجهت إدارة الشراء والتوريد وسلسلة التوريد. وقلنا من خلال هذا النظام الخاص بالتجارة الإلكترونية وتوفير الأدوات والأجهزة ذات التكنولوجيا والتقنية العالية، خلتني أركز على العناصر ذات القيمة العالية والتكلفة المنخفضة عشان أقلل الوقت بتاع حصولها. فأهو جا عندي هذا العنصر من ضمن طرق الشراء في هذه الطريقة بتاعة الطلبيات الصغيرة المتغيرة العاجلة تحت طريقة أوامر الشراء الإلكتروني. ابتدينا هنستخدم. اللي بيتابع يا جماعة معانا هيلاقي حاجات قلناها قبل كده وابتدت نفعلها في بقية المحاضرات، يعني بنقولها بتيجي معانا. فالمفروض المادة دي زي ما قلت المادة دسمة ومحتاجة منكم ان انتوا تقروا اول باول، تطلعوا اول باول، تحضروا المحاضرات وتركزوا معانا، تشوفوا المحاضرات سواء على موقع الكلية او على البلاك بورد، تركزوا معايا وانا بشرح وافقط واوضح العلاقات بين الامور وموجودة فين وليه بنطبقها دلوقتي واستخدمناها مع بعض، اهو زي ما قلت كأحد التحديات موجودة عندي. هتعرض دلوقتي معاكم لتطبيقات هذا الفصل. هنحاول نعرض يعني ونجاوب مع بعض عدد من الأسئلة بحيث نقدر نجاوب في الفاينل اذا كان الامتحان كله هي بابل، لكن لو كان جزء بابل وانا قلت في المحاضرات اللي فاتت لغايه دلوقتي يا جماعه احنا ما نقدرش نعرف هل هيبقى كله بابل، بمعنى ان جزء زي اللي قدامي دلوقتي السؤال الاول حدد مدى صحه الف او خطا ب، يعني لو صح هتظلل الدايره الف، لو غلط هتظلل الدايره ب. صحه او خطا العبارات التاليه
ومش طالبين تعليل، لان ده هتظل الدايره بس، ولا هيجي لنا مثلا ده معاه. احنا دايما ما يجيب بابل بنجيب اختار الاجابه الصحيحه، وبقولها دلوقتي في الجزء الثاني من التطبيقات، حط لك كذا حاجه ونحط اكتر من اجابه وتختار، ولا هيحصل ان احنا نطالب في الامتحانات ان احنا نحط اجزاء من الامتحان بابل واجزاء الثانيه تحلل تقارن اسئله اسس، اسئله هتربط موضوعات ببعضها، هتشرح هتكتب. ممكن الامور تمشي الحمد لله، ونتمنى من ربنا تمشي على خير ما يرام، ويجينا اسئله فيها اشرح حلل اربط موضوعات ببعضها، فكر اعصف ذهنك ابدع وانت بتجاوب، وصل نوصل لنواه وقاعده من الطلبه عندهم فكر ابتكاري وعندهم مفاهيم جديده، ويطلعوا يغيروا لنا الواقع العمل خاصه في مجال اللوجستيات او سلاسل التوريد. السؤال الاولاني بيقول لي قول لي صح او غلط. طيب تدور اجراءات الشراء، واجراءات الشراء هي عمليه شراء او مراحل شراء او نموذج عمليه شراء، حول ايه؟ تحديد طريقة الشراء واختيار مصدر التوريد وإصدار أمر التوريد. أي واحد تابع معايا بس دلوقتي وأنا بشرح المراحل السبعة يقول الله ده المكتوب في العبارة دي المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة اللي فيها ثلاث خطوات فرعية، هي دي المرحلة الوحيدة اللي فيها اللي هي الثالثة. بحدد طرق الشراء، وقلنا في طرق عامة وخاصة، بختار المورد وأصدر أمر التوريد. تبقى ألف ولا ب؟ صح ولا غلط؟ ده احنا بنقول سبع مراحل، يبقى غلط، يبقى هنظلل الدايرة ب. طيب العبارة التانية، يتم تحديد أمر الشراء كعقد قانوني بين المورد والمشتري في مرحلة متابعة التوريد والتشغيل. لا حول ولا قوه الا بالله، ده العباره الاولانيه مجاوباها لوحدها. العباره الاولانيه فيها اصدار امر التوريد اللي قبل كده اللي هي المرحله الثالثه، العباره نمره واحد هي المرحله الثالثه وفيها اصدار امر التوريد. امر التوريد كعقد قانوني بين المورد والمشتري موجوده في المرحله الثالثه، مش في مرحله متابعه التوريد. متابعه التوريد في نموذج متابعه التوريد والتشريعات اللي بيصدره قسم متابعه التوريد التابع لاداره المشتريات. فده عايز تكون دقيق وانت بتقرا المراحل. عباره ثلاثه، تعتبر مرحله المواصفات تحديد المواصفات كمرحله ثانيه من اجراءات الشراء مسؤوليه مطلقه على اداره المشتريات. احنا قلنا فيها ايه؟ قلنا فيها الكلام، يبقى صح العباره دي صح، يبقى دي الف اظلل الدايره عند الف. طب العبارة الرابعة، تدور طرق الشراء العامة حول ايه؟ المناقصة. دي طريقة شراء عامة. الشراء الآني، يا نهار ابيض، ده الشراء الآني احنا لسه قايلين وليه محار واهداف ومتطلبات، واسمه جيت جي اي تي، وسميناه شراء الانتاج الفوري، وقلنا النظام ياباني. الله الله الله، لا ده مش طرق عامة دي، والشراء العاجل ولا العاجل طرق عامة. يبقى هو في واحده من العامه الباقي خاص، يبقى العباره غلط. نظل الدايره بي. عباره هنا كمان، مفيش اختلاف بين نماذج الشراء وسجلات الشراء. انا عرضت قدامكم دلوقتي النماذج وانا بعرض، قلت لك اوعى تخلط بين النماذج وبين السجلات، لا في اختلاف، وبالتالي العباره غلط وظل ب. مثلا تتمثل نمرة 8، الممارسة في الممارسة العامة والمحلية والمحدودة. لا، أنا وأنا بعرض قلت في ثلاث طرق عامة، مناقصة، ممارسة، أمر مباشر، وقلت ارجع تاني للعرض اللي أنا قلته وأنا بشرح لك، قلت المناقصة هي فيها المناقصة العامة والمحلية والمحدودة، وقلت الممارسة اللي بتتم عن طريق لجنة. فأنا قايلها لك.
تسعه بقول لك تتعدد المتطلبات الاساسيه لنظام الشراء الالي اللي هو الشراء الانتاج الفوري، ويتصدرها استقرار جداول التشغيل وانتاج نمطي وعماله فائقه. صح، هو في 8 9 متطلبه صحيح، بس انا بقول لك ويتصدرها، يعني دول منهم مهمين. ما قلتكش هم دول بس. لا صح صح العباره. السؤال الثاني بيبقى اسئله متعدده الاجابات، يعني اختار الاجابه الصحيحه متعدده الاجابات. هتظل الاجابه الصح بقول لك يطلق على مجموعة الخطوات العلمية العملية لإنجاز استراتيجية الشراء وأهدافها عشان تتحقق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية في ظل بيئة شرائية. اسمها إجراءات اتخاذ القرار الشرائي، ولا اسمها مراحل بحوث الشراء، ولا اسمها إجراءات عملية الشراء، ولا خطوات التفاوض، ولا مفيش حاجة من اللي فاتت. احنا لسه عرضه هذه الإجراءات اسمها إجراءات عمليات الشراء. يطلق على توريد كمية محددة من صنف معين عندما يشوف قراصيه على انتهاء ايه؟ اتفاقية الشراء؟ لا. الشراء الروتيني؟ لا. الشراء العاجل؟ هو ده. اما يجوا يعني هينفذ الصنف هينفذ، يبقى هو ده. وهكذا بقى يا جماعة في باقي يعني العبارات اللي انا عرضها وحتى تحت فيها اختار الاجابة الصحيحة. انت عليك في ظل العرض اللي قلته في المحاضرة دلوقتي تبقى مدقق على نظم الشراء كويس قوي، ما تخلصش في نظام جيت بين الاهداف وبين المتطلبات وبين المحاور. كل طريقة تعرف هي عبارة عن ايه وبتخص ايه عشان تقدر تختار الاجابة الصحيحة في الاسئلة اللي قدامك فيها. طبعا اقرأ مرة واتنين هتلاقيك بتجاوب هذه العبارات بدقة، لان كل اللي موجود فيها انا قلته ومكتوب قدامك. كده المحاضرة الرابعة خلصت جماعة، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.